دولة سوى محيها اللي انطلقت تيمنا بحملة الدفاع المدني سوى محيها بمنطقة عفرين. أقمنا دورة كروية بمشاركة 16 فريقا في ملعب عفرين يا شباب. ضمت المجموعة الأولى فرق من عفرين وفرق من حمص ريف حمص المهجر وأيضا من الغوطة الشرقية. أما المجموعة الثانية ضمت ريف حلب الشمالي المهجر بالإضافة إلى ريف حلب الجنوبي المهجر بالإضافة إلى فريق من الغوطة الشرقية أيضا مهجر وفريق من درعا. المجموعة الثالثة فريق من حمص وأيضا فريق من الغوطة الشرقية وفريقين من عفرين. هذه الدورة انطلقت مع حملة سوى محيها بإدارة دفاع مدني. اليوم مباراة نهائية بين اتحاد عفرين وقدامى عفرين. هاي المباراة اللي سامي سودة جو المحبة والأخوة ما نكون شايفين بيننا بين أخوتنا الإكراد والعرب. بتمنى الالتفات من قبل الاتحاد الرياضي الحر لهيك مبادرات لتكون هي الانطلاقة بريف حمص الشمالي لنبرهن للعالم انه احنا رياضيين واحرار بهذه المنطقة الحرة.